بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مجددا نعاودكم اللقاء لنستكمل مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وما يعقبه من عادات وتقاليد في جنوب مصر. ويسعدني أن أرحب بضيوفي الأعزاء الأستاذ أحمد الأمير المحامي بالاستئناف العالي والداعية الإسلامي، وفضيلة الشيخ عبد الله الشافعي مبتهل ومنشد فرقة فاطمة الزهراء للإنشاد الديني. أهلا بحضراتكم معنا في البرنامج. أهلا بكم أستاذ ممدوح، وأهلا وسهلا بقناة الصحة والجمال. أهلا بك أستاذ ممدوح، وأهلا ومرحبا بقناة الصحة والجمال. أستاذ أحمد، كلمنا عن المولد النبوي. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي الأستاذ ممدوح حديث ذو شجون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مبعوث الرحمة الإلهية إلى الأرض. قال له ربه سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخي الأستاذ ممدوح، النبي صلى الله عليه وسلم هو رسالة السلام لهذه الأرض. الله قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكلمة العالمين أخي الغالي تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا وللخلق جميعا. نعم، الناس جميعا بجميع أطيافهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، والطير والإنس والجن، بل وللحجر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يقول: إن بمكة حجر يحبنا ونحبه. نعم، يقول عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. النبي عليه الصلاة والسلام هو داعية السلام للأرض، لأنه جاء بالسلام وتحيته السلام. فنحن أخي الحبيب نقول للناس جميعا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الأخلاق العالية الذي جاء ليزرعها في الأرض وليعلمها للخلق، ليعيش الناس في أمن وأمان وفي سلم وسلام. النبي أخي الحبيب علمنا أن أخلاقه هي أخلاق المحبة، أخلاق السلام. يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أعطي من حرمني، أمرت أن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني. النبي صلى الله عليه وسلم أخي الحبيب هو الذي يعفو بطريقة يعجز البيان عن وصفها. النبي يعفو عن كل الخصومات، يعفو عن من أساء إليه، يعفو عن من أساء إلى أهله، يعفو عن من ارتكب جرما في حقه. هذا ليس إنشادا وليس كلاما عفويا، بل هو حقائق تاريخية. النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن قاتل ابنته زينب، رجل يقال له هبار بن الأسود. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن قاتل عمه حمزة ابن عبد المطلب. وما أدراك ما حمزة، ثم ما أدراك ما حمزة ابن عبد المطلب، كان يلقب بأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسد من أسود الإسلام، أسد الله وأسد رسوله. قتل في غزوة أحد، قتله وحشي بن حرب، ومع ذلك لما أسر وحشي بن حرب في فتح مكة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين وحشي؟ قال: فرارا منك يا محمد، غير أني قد أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما وقد أسلمت فقد عفوت عنك. نعم، صورة أخي ممدوح من العفو يعجز عنها البيان. نعم، يعفو عن قاتل ابنته ويعفو عن قاتل عمه وهو أحب الناس إليه. النبي أخي الكريم هو مدرسة في الأخلاق، وصدق عن نفسه عندما قال، بل وصفه الله بها فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ووصف نفسه صلى الله عليه وسلم وبعثته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذا أقول لأمتي وأقول للمسلمين عامة وللعالم كله:
إذا كنا نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أخلاق النبوة؟ أين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين العفو؟ أين التسامح؟ أين المحبة؟ أين حسن المعاملة مع الأخ والصديق والجار، مع القريب، مع البعيد، مع الناس جميعا؟ أخي ممدوح، نحن ابتعدنا عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ابتعدنا ابتعادا كبيرا عن سنته وعن هديه وعن أخلاقه. أخي ممدوح، نحن قصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة وفي الاتباع وفي محبته صلى الله عليه وسلم وفي محبة آل بيته عليه الصلاة والسلام. وهو القائل كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وغيره: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. ولعلك أخي الحبيب تسألني، هل سمعت هذا الحديث من قبل؟ لحظة واحدة يا أستاذ أحمد، هقطع حضرتك. يعني على مر الأيام والسنين الماضية معانا احنا، ولا حتى في مراحل التعليم التي مررت بها، الحديث تواتر إلينا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. جميل أخي ممدوح، حضرتك بتقول إيه دلوقتي؟ كتاب الله وعترتي. نعم، توضيح ذلك. العجب يعني العجاب، حاجة شيء أول مرة برضو نقول للسادة المشاهدين. العجب العجاب أخي ممدوح أن تقول هذه الإجابة، وهذا حق. نعم، لأننا ندرس هذا الحديث منذ زمن. نعم، والمنتشر على ألسنة الوعاظ والخطباء. بالضبط. تركت فيكم ما إن تمسكتم به، نعم، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم. والعجيب أخي الحبيب أن الحديث بالرواية التي قرأتها لك أولا، نعم، هي رواية مسلم، أي في الصحيح. في الصحيح. بينما الرواية التي ذكرتها أنت الآن، نعم، وهي صحيحة أيضا، لكنها لم ترد في الصحيح، بل لم ترد في الكتب الستة. يا سلام. والرواية التي ذكرتها لك أنا من رواية صحيح مسلم، نعم، هي في الكتب الستة. والسؤال هنا: لماذا انتشرت الرواية الأقل أو الأضعف؟ نعم. وتركت الرواية الأقوى والرواية الصحيحة والرواية الواردة في مسلم؟ وهذا هو العجب، وهذا هو الجحود لمكانة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معذرة سيدة، أوضح للسادة المشاهدين ما المقصود بعترتي. تسألني عن العترة أخي الحبيب، العترة هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وآل البيت كما يعرفهم الفقهاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وخاصته. وآل البيت أخي تشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونزل القرآن في هذا يؤكد أنهم آل البيت نصا قرآنيا وليس حديثا نبويا، بل نصا إلهيا قرآنيا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. أخي الحبيب، آل البيت تشمل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم آل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زوج فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أخي الحبيب، ونحن أخي الحبيب الأستاذ ممدوح، أهل مصر من أكثر المحبين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وليس هذا قولي. نعم. هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس قاله لعقيلة بن هاشم بعد واقعة كربلاء، وبعدما ضيق على آل البيت بالمدينة. نعم. قال لهم: اذهبوا إلى بلد أهلها يحبونكم ويحبون جدكم، اذهبوا إلى مصر. نعم. فمصر محبة لآل البيت. نعم. وصدق القائل في حقهم: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض الله في القرآن أنزله. الله. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. عليه الصلاة والسلام. أنت كده حتدخلنا يا أستاذ أحمد على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني برضو ما دامت انتهز الفرصة في الحوار مع حضرتك وكلمنا على آل بيت النبي. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم ريحانة هذه الدنيا.
نعم. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من وصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله الله في أهل بيتي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبهم. نعم. ويأمرنا بحبهم. نعم. كان يدعو يعني لمن يحبهم. يعني أنا حضرتك يعني كلنا بروح نزوره سيدنا الحسين رضي الله عنه وحديث مشهور على جدرانه أنا من الحسين وحسين مني. نعم. أحب الله من أحب حسين. أحب الله من أحب حسين. نعم. سيدنا الحسين أخي الحبيب ليس شخصا عاديا، سيدنا الحسين هو سيد من السادات. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وحق أخيه الحسن. نعم. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم. أخي الحبيب نحتاج لأخلاق أهل البيت، نحتاج لأخلاق سيدنا الحسن. نعم. ولأخلاق سيدنا الحسين. نعم. نحتاج لأخلاق أهل البيت لأنهم علمونا كل شيء. نعم. اسمح لي أن أروي لك قصة عن سيدنا الحسين. فضل. لترى معي كيف كان التواضع والأدب في حضرة آل البيت. نعم. دخل رجل المسجد فتوضأ مخطئا لا يحسن الوضوء. نعم. ودخل الحسين فرأى المشهد ومعه سيدنا الحسين وما يزال طفلين صغيرين. نعم. فقال الحسن للحسين أو الحسين للحسن يا أخي هذا الرجل يتوضأ خاطئا، هيا نعلمه كيف سيعلمانه الوضوء. انظر إلى أخلاق آل البيت. نعم. اقترب منه سيدنا الحسين وقال يا عم أنا وأخي اختلفنا أينا أحسن وضوءا من أخي. نعم. فتعال فانظر إلينا وصوب أحدنا. نعم. فنظر الرجل إليهما فتوضأ الحسين كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ الحسن أيضا كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهم الرجل أنه المعني بهذا. نعم. وأنه هو الذي أخطأ. نعم. فقال حقا ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علمتماني كيف أتوضأ فجزاكم الله عني خيرا. نعم. علموه أخي ممدوح بطريقة لا إحراج فيه. نعم. لم يقل له أحدهم يا عم أنت بهذا السن ولا تستطيع ولا تعرف الوضوء. نعم. لا، قال العيب عندنا واحكم بيننا. فلما عرف الرجل أنه هو المخطئ فهمها. نعم. بكل أدب وبكل أخلاق وبكل علم وبكل هدوء. هؤلاء هم آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أستاذ أحمد بمناسبة الحديث عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ووجود معنا فضيلة الشيخ عبد الله الشافعي المنشد والمبتهل، فنحن عاوزين منه كده يعني فضيلته ترجمة لما قاله الشيخ أحمد من شاهد ديني في محبة آل بيت رسول الله. مرحبا أستاذ ممدوح، مرحبا سادة المشاهدين. أنا والله سعيد يعني أني أبقى في مسرح قناة الصحة والجمال ومع حضرتك أستاذ ممدوح ومع فضيلة الداعية الكبير وأستاذنا الكبير أستاذ أحمد. فأنا هقول لكم حتى كده بمناسبة المولد النبوي الشريف والتكلم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله بها نؤمن وعليها نتوكل وبسنة نبيه المصطفى نقتدي. يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا ولا تكلنا يا
وتدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي هدي ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحابه حب النبي وآل النبي وصحب النبي وهذا القدر يكفيني يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. الله 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 عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. الله الله فتح الله عليك بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نعم. ده احنا سمعنا جزء من الابتهال. نعم. فعاوزين نشوف برضو جزء من الإنشاد الديني. حاضر أستاذ ممدوح، أنا هنسمعكم حتة من الإنشاد الديني، إنشادا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عترته. أنا وفضيلة الشيخ أحمد. إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن أن عطر اللهم روض المصطفى عطر اللهم روض المصطفى بصلاة وسلام دائما إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن حب آل البيت فرض عندنا حب آل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن. الله 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 جميل جميل أكرمك الله. تسلم أستاذ ممدوح. شيخ عبد الله. نعم. حكايتك مع الإنشاد والمدح الموهبة دي يعني جت إزاي؟ أستاذ ممدوح، أنا بالنسبة لحكايتي مع الابتهال والإنشاد، أولا الفضل يرجع لله عز وجل أولا. نعم.
ثم لجدي وأبي، فهم من نموا في تلك الحكاية أو في يعني في الابتهال والإنشاد، حيث كنا نذهب قديما إلى الساحات، الساحات منها الساحة الرضوانية والساحة الجيلانية وساحة سيدي الإمام نافع الشيخ نافع بقرية المصالحة. فحضرتك الإنشاد ده كان يعني نبع صافي من داخلي نماه في أبي وجدي. نعم. أبي كان مجودا للقرآن الكريم. نعم. فوجد في روح الإنشاد وروح القراءة وروح الابتهال. نعم. فقال لي أسلك هذا الطريق. نعم. فسلكته بفضل الله، وأعانني على ذلك أهل أسرتي وأعمامي وأهل القرية، فهم كانوا خيرا مشجع لي في تلك يعني الابتهال والإنشاد. فنشأت بفضل الله محبا للابتهال والإنشاد، وذلك بفضل حبي لرسول الله وحبي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما تخرجت من كلية الشريعة والقانون نهجت مسلك المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نهجت مسلك الإنشاد الديني والتواشيح الدينية والابتهالات، وذلك لأنني تأسيت بأساتذتي من أهل الابتهال والإنشاد، مثل فضيلة الشيخ النقشبندي والشيخ علي محمود. نعم. وأيضا من الكبار والعظماء هم أساتذتي في المنهج. فنهجت ذلك المسلك لأنني وجدت نفسي فيه، وقال لي بعض أصحابي من أهل القرية وأهلي أن صوتك هو محل رزقك، فسلكت ذلك المنهج، وهو كان الداعي أو حكايتي مع الإنشاد والابتهال أستاذ ممدوح. نعم. أستاذ أحمد، فضيلة الشيخ عبد الله، اللقاء معكم ممتع وشيق جدا، ولكن انتم عارفين حضراتكم ان البرنامج بيحكمه وقت معين وهو خلاص اوشك على الانتهاء. نتمنى من حضراتكم توعدونا احنا والساده المشاهدين بلقاءات ثانيه. فحضرتك هتقول ايه للساده المشاهدين؟ يعني انا بشكر القناه وبشكر حضرتك وبشكر جميع المستمعين، وبوعدكم فعلا بلقاءات تانية، لأن الحديث عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول. نعم. ومش عايز أطول على حضرتك، لكن أنا عاوز ألقي بس بعض الأسئلة. فضل. للسادة المشاهدين، نحن مقصرون في حق أهل البيت. نعم. وأغلبنا لا يعرف شيئا عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني بعض الناس لا يعرف ما هي من هي فاطمة، ومن هو الحسين، ومن هم أبناء الحسين، ومن هم أبناء علي، ومن هم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هم زوجاته. هناك معلومات كثيرة جدا يجب أن يتعرف عليها المسلمون عن نبيهم وعن آل بيت نبيهم صلى الله عليه وسلم. أنا أعدك أستاذ ممدوح إن قدر الله البقاء أو اللقاء أن نلتقي في حلقات للحديث عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك أنت وعدتنا، وعدت السادة المشاهدين، إن شاء الله جبت الأسئلة دي بإذن سوف الله. تكون في اللقاءات القادمة القادمة بإذن الله تعالى الله. إن شاء الله. ونرجع تاني لفضيلة الشيخ عبد الله، عاوزين برضو ننهي الحوار مع السادة المشاهدين بالابتهال الديني. أنا أقول حتى بمناسبة المولد النبوي كده، عشان نحن في الأيام دي أيام المولد، والحديث كان عن المولد. الحديث كان عن المولد النبوي حقا أستاذ. في مولد طه يتجلى، في مولد طه يتجلى نور الرحمن بأشعاري، ما يبلغ قول أنظمه في مولد طه المختار، وتلألأ بالكون النور وأضاءت بالشام قصور، شرفات الكسرى تتغاوى معجزة فيه بإلحاد، وتلألأ بالكون النور وأضاءت بالشام قصوره، شرفات الكسرى تتغاوى
معجزة فيه بإنذاري. وفي نهاية هذا الحوار لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر للأستاذ أحمد الأمير المحامي بالاستئناف والداعية الإسلامي وفضيلة الشيخ عبد الله الشافعي. شكرا. مع وعدكم لنا إن شاء الله تعالى، ونوعد السادة المشاهدين أنه الأسبوع اللي جاي في نفس المعاد نستكمل اللقاء معكم بإذن الله تعالى وسلسلة محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين. وفي نهاية هذا اللقاء نشكر كما ذكرنا منذ قليل ضيوفنا الأجلاء، ونشكر المخرج بتاعنا الأستاذ ملاك نعيم وزمايلي في قناة الصحة والجمال وفي الأستوديو عندنا، وكنت معكم ممدوح النجمي على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله وأمنه في نفس المعاد في نفس القناة الصحة والجمال، معنا ومعكم ومع النجمي.